الناس قالوا بلاش، قلت لها الليلويا. الناس قالوا بلاش، قلت لها الليلويا. غصب عنهم ما اختبروش ده علامة التعزية، دي علامة التعزية. الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي تنفع. الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي، طب يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكاتي، نتعزى سكاتي. الناس بيلومونا على كسرة الوداد، غصبين عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف، ولا واحد منهم شاف. ناس قالوا طيب، الناس قالوا طيب، ليه انتوا فرحانين؟ لا واحد فيكم متوظف ولا عنده فدا طين، ولا عنده فدا. الناس قالوا بلاش، قلت لها الليلويا. غصب عنهم ما اختبروش ده علامة التعزية، دي علامة التعزية. الناس قالوا طيب، فرح فرح قولوها بصوت واطي، يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكتي، نتعزى سكتي. قولوها الناس. يا ناس احنا ما نقدرش، يا ناس احنا ما نقدرش نطيق فورك يسوع، نطيق فورك يسوع. ايه اللي يرضي الناس؟ نبطل عبادات، لكننا لا نطيعهم بل دايما في زيادة، بل دايما في زيادة. لنا حق نقوم 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 ونرنم لك، لنا حق فرح اليوم اليوم. كل شعب الرب يرنم، لنا حق، لنا حق نقوم نقوم وين أسرع. لنا حق اليوم 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 نشهد عنك، يا مكلل بالجدى أيامنا وخيرك سابق، يا مكلل بالجدى أيامنا صارت تقطر في دسمها، صارت تقطر في دسمها على شعبك يشهد فرح. لنا حق نقوم 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 ونرنم لك، لنا حق اليوم اليوم اقلب شهد عنك، بيلنا كغنم فضللنا واتقطعت
عليك حبلي أسنى فضللنا وتحط حبلي أسنى خطيانا وكفت أحزاننا خطيانا وكفت أحزاننا اطرف عنا في يوم صلبك لنا أيوة الصعبة معاك والمرة حبيبي والمرة معاك بتحولها مالي فينا بتعدلها فينا بتعدلها وتعوض صبر حاج نجوم 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 ونرنم لك لنا حاج اليوم اليوم رب الأفراح رب الأفراح آه رب الأفراح بتزيد شعبك بالتعزية قدامك تهرب أحزاننا قدامك تهرب أحزاننا والحال يتبدل على يدك لنا حاج نجوم 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 ونرنم لك عنك لنا حاج نجوم 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 ونرنم لك اليوم اليوم نشهد عنك وده من حنانه ليا يجي ويسأل عن حبيبي اسأل عليا كلنا فين العز ده كله كلنا فين المجد ده كله كلنا فين فرح فرح آه وده من حنان وديا يجي ويسأل عليا اسأل سبحوه فليتمجد اسم إلهي فليتمجد اسم يسوع اسم حبيبي فليتمجد اسم فرح ايه وده من حنان ليا يجي ويسأل عليا أصل صليبك سبب خلاصي أنا قدامك بوطي راسي أصل صليبك رنمها بإيدك آه وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا حبيبي عليا غالي عليا يا أحلى حبيب وأنا هسجف لك فرح
شعب الرب. غالي غالي علي، قولوها تاني قولوها تاني، غالي غالي علي حبيب، وانا هسجف لك من ايد وانت من حنان ليا عليا، وانت من حنان ليا يجب ويسأل علي. هللويا. تفضل. يا رب قمت من الموت ومليت قلوبنا الضيق، والنور في القبر شاهد على انك لسه حي. لو مسيحيين كان قالوا هللويا. يا رب قمت من الموت ومليت قلوبنا الضيق، والنور في القبر شاهد على انك لسه حي. قمت وقومت انا معاك وجلست على عرشك في سماك، واحنا هنفضل نستناك علشان انت جاي. هللويا. ربي يبكرك، ربي يبارككم. خلونا نكمل مع دكتور جورج من البركة، أخويا خادم الرب الرائع، القس بيتر مجدي. يا ربي يباركك بقوة. تفضل حبيبي. هللويا، مبارك اسم الرب. حد فرحان؟ باين عليكم الفرحة بجد، يعني زي ما قال الدكتور جورج من شوية، يا بختنا بيكو. يعني حلو لما يبقى الخادم واقف شايف شعب الرب فعطش لكلمة الله وللترنيم والعبادة. مرات بنروح مكان احنا كخدام بيقول يعني ربي يفرح الناس. أمين. قلبي فرحان وسعيد جدا عشان ربنا شرفني أكون موجود في اليوم رقم 23، اليوم الروحي اللي بتعمله جمعية خلاص نفوس في كامبل تاون. شكرا بالأجل الجمعية، ليها خدمة وليها عمل رائع. أشكر رب لأجل كل الجمعيات وكنيسنا حضرات الجسوس وخدام الرب الموجودين. أنا بصلي صلوة، يا رب 2017 افتقاد يحصل في استراليا في اسم الرب يسوع. هنصلي علشان سيدني وميلبورن، هنصلي عشان بيرس، هنصلي عشان نيوزيلاند، هنصلي عشان كل المناطق حتى الجزر اللي حوالينا، عطشانين في اجتماعات ربنا يزيع خبر حضوره فيها الأيام اللي جاية. تقولوا أمين. حد منتظر رب؟ يا رب كل ايد اترفعت انظر اليها بحضورك وبحبك في اسم الرب يسوع. هنقف مع بعض، هقرا كام ايه بسرعه من الكتاب المقدس اللي يقدر نقف مع بعض قراءه سريعه في العهد الجديد في انجيل لوقا اصحاح 8، وهنقرا قصه شهيره معروفه لحضراتكم الايه رقم 43. انجيل لوقا اصحاح 8 الايه رقم 43. بصراحه تركيزكم فظيع، انتوا على طول كده ولا لا مركزين قوي؟ يعني حاجه نشكر رب يديمها علينا رب ويفرحنا بيه وبحضوره في اسم يسوع. انجيل لوقا صح 8 الايه رقم 43، هنقرا كلنا مع بعض. في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وامراه بنزف دم منذ كم سنه؟ 12 سنه، وقد انفقت كل معيشتها لمين؟ لاطباء، وفي الاخر ولم تقدر ان تشفى من احد. آية رقم 44 تصحي رجاء المؤمن اللي عايز يعقل ويفوق زي ما سمعنا من شوية. جاءت من ورائه. من وراء مين؟ رب له كل المجد، شخص رب يسوع. جاءت من ورائه ولمست هد بثوبه. اسمع الاستجابة الحلوة. ففي الحال وقف نزف دمها، فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد. ليه قال واحد مش واحدة؟
مرة واحدة ست عندنا في بلدنا قالت لي أنا زعلانة من المسيح، هو قال لي واحد ما قالش واحدة، ما يعني هو بيتبرى من الستات. أنا كنت أول مرة لسه كنت في الجامعة وبخدم في بعض الكرة المحيطة اتخضيت، قلت لها صدقي كلامك صح، هو اللي قال واحد ما قالش واحدة يعني. وبسرعة الرب راح قلبي بروح القدس كده لإجابة جاوبتها، ولما رجعت اتأكدت من الفكرة. الرب بيقصد واحد من حيث العدد مش واحد من حيث النوع، ليس رجل أو امرأة بل الكل. والوحيد تبارك اسمه بدون كلام وعفوا في التعبير بدون شعارات كاذبة، اللي رفع وعلى قيمة وشأن المرأة هو شخص الرب يسوع المسيح، اللي جه علمنا من خلال المطوبة القديسة العذراء مريم اللي كانوا بيخدمونه من أموالهم، هم نساء وأول واحدة شافته بعد القيامة كانت امرأة. فعشان كده الرب عايز يقول مش فارق معايا الاثنين عندي كان راجل ولا ست، بس اللي مولع قلبي في وسط الجموع الرهيبة قد لمسني واحد. فقال يسوع قد لمسني واحد لأني علمت، شوفوا الحتة اللي جاية، أن قوة قد خرجت مني. ليك قوة هتخرج وليك قوة هتخرج من المسيح النهاردة في اسم الرب يسوع. لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برؤت في الحال. فقال لها، واللي قاله للست يقولوا للست وللراجل وللكل في اسم يسوع، فقال لها ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاكي اذهبي سلام. هترجع من اليوم الروح النهاردة بأحلى حاجتين بعد الكلام اللي الرب ولع قلوب نبي والترنيمات والتأملات مع خدام الرب، هترجع بشفاء وهترجع بسلام. العالم هيموت على الحاجتين دول، في وسط عالم مليان دمار ومرض، مش بس أمراض للأجساد، الله يمد إيده ويتحنن ويشفق، لكن نفوس محطمة وتعبانة، لا المال ولا البلاد ولا الهجرة ولا أي حاجة عرفت تشبع القلوب وتشفيها. محدش هيعرف يعمل دي إلا واحد بس تبارك اسمه شخص الرب يسوع المسيح. ترجع مشفي وترجع ممتلئ. حد عايز سلام؟ مش سلام تسبوني وتمشي، سلام وانتو جاه. أمين يا رب. تفضل وارتاح. رب يبارك كلمته لينا في اسم يسوع. في طلبة صلاة مهمة جات لنا، أسرة من الأسر اللي جم حديثا، إخواتنا اللي جم في الفترات المؤخرة بسبب الحروب وداعش والحاجات دي، عندهم طفل عنده مرض التوحد. وإحنا كنا نبهنا بنعمة رب يوم الاثنين بعد بكرة هنا في الجمعية هيكون في يوم صلاة وصوم لأجل المرضى ولأجل بيوتنا ولأجل بلادنا ولأجل أستراليا. رب يحفظها من الإرهاب والقتل، ورب يحفظ سلام العالم كله الأيام اللي جاية. من ضمن مواعيد اجتماعاتنا بيكون يوم الاثنين، هيكون الساعة 7:30 بالضبط بالمساء هنكون هنا، هنكتب طلبات الصلاة بتاعتنا وهنجيب زي صندوق صغير كده، وإحنا عشمانين اليوم ده في الرب، فرح قلبنا بشفاءات، يمد إيده ويتم المكتوب الذي جاء ليصنع وهيعمل ايه يوم الاثنين والنهارده وكل يوم طبعا. الله هيجول في وسطينا. فبنعمة رب اشجع الكل يوم الاثنين الساعه 7:30 هيكون الصبح، هنصوم ونصلي وهنيجي موعد الاجتماع بالليل، هننكسر وننسكب عند اقدام المسيح، هنحط النفوس المريضه والاجساد المتالمه، هنحط اهلنا وبلادنا اللي هنا واللي في كل مكان، وهنتحد ككنيسه واحده لطلب وجه الرب لالا ياتي ولعله ياتي ويفتقد بلادنا في اسم المسيح. امين. فهنصلي لاجل الطفل الحلو ده في نهايه الوقت، بس بفكر حضراتكم وبذكركم به في اسم يسوع. بعد الكلام الرائع اللي تكرموا خدام الرب من خلال القيادة ومن خلال الفقرات ومن خلال الوعظ الرائعة اللي رب استخدم رجل الله الفاضل خادم الرب الأخ إليا كرولس فيها، بصراحة وهو بيتكلم خد قلبنا للسماء واشتاجنا. في وعظات تاخدك للسماء وتلاقي انك لسه على الأرض قاعد بس الأشواج زادت، في وعظات تجيب السماء لقلبك. فالمرة اللي فاتت طلعنا السماء، معلش هتعب وانزلكم شويه معايا على الارض تاني علشان يعني نكمل الكام يوم اللي فاضلين. انت انا السيد لكل المجد في مجيئه، واحنا بنسمع عن اروع اختبارات وعن امور عظيمه ستكون لنا ككنيسه في الابديه، يا على الروعه. لكن كمان وانت عايش في البريه قبل ما ترجع لبيتك وترجع لظروفك، عايزين النهارده نقول له يا رب خلي السماء ترجع تاني تملى قلوبنا زي ما حكى رجل الله، القلب يولع والاشواك تزيد في اسم الرب يسوع. بسرعه القصه اللي جريتها مع حضراتكم، هتكلم فكره موجهه مهدفه، اتكلم معاكم تاملنا في الفرصه دي بعنوان لمسه شفاء. بعنوان ايه؟ لمسه شفاء. وهتكلم في القصة لأن كتير سمعنا فيها وعظ قصة رائعة، بس هاخد فكرتين عشان ما ناخدش وقت أكتر وما انتهش أكتر في القصة. يعني هتكلم الفكرة الأولى عن المرأة وحالتها. نمرة واحد،
واضح ان حالتها صعبه قوي. ردوا يا جماعه عليا. نمره واحد، شكرا لحضراتكم، روعه. نمره اتنين، هنتنقل من الحاله وهنبص على العزيمه والرغبه والاراده الرهيبه اللي في قلب هذه الانسانه الرائعه. نمره واحد المراه وحالتها، لكن نمره اتنين المراه وارادتها، الرغبة الرهيبة في قلب هذه الإنسانة للتغيير وللشفاء وأن تلتقي بالرب لكل المجد. القصة زي ما حضراتكم عارفين اتكتبت، كتبها البشير الحلو لوقا في إنجيله، وانتوا عارفين بيقولوا الشراح اللي تعلمنا منهم كلمة الرب، إنجيل لوقا هو إنجيل الأفراد. اللي يحب يركز على إيه؟ على الفرد، يركز أكتر على التفاصيل الدقيقة. فمثلا يحكي لنا عن أب كان عنده منهم ابنين، ويحكي لنا عن قصة الابن اللي كان ضال. طبعا الاثنين ضالين، واحد ضل بره والتاني ضال جوه البيت. هو اللي يحكي لنا عن الراعي اللي كان عنده 100 خروف، ضل منهم واحد، ترك 99 ومضى يبحث عن خروف الواحد. هو اللي يحكي لنا عن امرأة كان عندها كام درهم، معها 10 دراهم، ربنا يزودهم يبقوا 20 يا رب، بس كان معها 10 دراهم، فقد منهم، فضلت وطلعت عينيها يا عيني عشان تبحث عن الدرهم المفقود. هو اللي يكلمنا عن 2 لصوص كانوا معاه على الصليب، واحد منهم قال له ما تعملها يا رب وترضى بينا وتقبلنا، اقبلني يا رب، اذكرني يا رب متى جئت فيه. فواحنا بنتأمل في القصة، البشير لوقا فنان، أولا كطبيب، ثانيا كرسام مبدع، بيعرف يجيب تفاصيل الأمور بمهارة الطبيب، ويمكن طبيب يعني بيحب التفاصيل والجراحة والأمور الدقيقة دي. وإحنا بنتأمل في القصة، أول ما ابتدى البشير لوقا يا جماعة يحكي عن المرأة، لم يذكر اسمها، لم يذكر أهل أي عشيرة ولا أهل ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه. بمجرد ما بدأ الحديث عنها وصف لينا حالتها. فأول كلمات امرأة، نمرة اتنين بنزف دم، نمرة ثلاثة المدة 12 سنة، نمرة 4 أن فقد كل معيشات الأطباء، نمرة 5 لم تقدر أن تشفى من أحد. أول ما ابتدى يتكلم دقق جدا بمهارة الطبيب على الحالة اللي ينفع نركز عليها ونتأمل فيها. بصوا يا جماعة عشان أكون مختصر، وزي ما قال الأخ إلي هنجيب من الآخر، عشان لمسة الله الشافية والمحررة تأتي على حياتي وبيتي، عشان ربنا يصنع تغيير حقيقي في حياتي، أول خطوة للتغيير اسمع هي الاقتناع والاعتراف بالحالة. يعني إيه؟ الرب ليه كل المجد، أعظم طبيب، طبيب الأطباء، قال بفمه الطاهر لا يحتاج الأصحاء إلى بل، وكمل وقال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاط إلى التوبة. ربي يبارك في وسطينا أطباء كثيرين، بس أول ما بتروح عند أي طبيب رب يحفظ الأطباء وما تروحوش، يعني ما تحتاجوا ويشغلهم في أي حاجة، يعني يشتغلوا ورب يحفظ بيوتهم يكونوا بركة ليهم، رسالة عظيمة. أول ما بتروح عند أي طبيب إيه السؤال الشهير اللي بيسأله الطبيب؟ أيوة، بتشتكي من إيه؟ بتحس بإيه؟ شاعر بإيه؟ فطبيعي لازم الطبيب، وبالأخص لو مرض باطني داخلي مش ظاهر يعني، لازم يعرف الأعراض. بعد ما يعرف الأعراض يشخص الحالة، وبعد التشخيص يكتب العلاج المناسب للحالة اللي قدامه. جماعة عشان ربنا يفتقد حياتي ويزورها، في حاجات في الحياة محتاجة تتفضح وتتكشف علشان ربنا يغيرني. إحنا للأسف كنشأتنا شرقية، أحلى ناس نيجي على الخراب ونعمل إيه؟ نداري. كلام ليكوا يا رب، أمي ما تكونش بتحضر دلوقتي اللي هقوله ده، يعني سر من أسرار العائلة. وإحنا أطفال صغيرين، إحنا 3 إخوان شباب ما عندناش بنات، وأبويا وأمي رب ديهم العمر، وأخواتي أنا أصغر إخواتي، فتخيلوا أنا الصغير، أمال الكبار إيه يعني. شكر رب أبويا وأمي عانوا معانا معاناة، وأنا طفل صغير كنا شرسين وفظاع في المشاكل، أطفال صغيرين كده. فالمهم كان عندنا طاولة ترابيزة في البيت شكلها حلو خالص، ويعني كانت لذيذة، حطيناها كده في مكان ظاهر وبتاع. فالمهم اتخنقنا خناقة أنا وأخواتي واتكسرت. أبويا وأمي كانوا برا في الدوام في الأشغال بتاعتهم، رجعت أمي الأول لقيت الترابيزة مكسرة، اتضايقت وزعلت، فقعدنا عملنا معسكر مغلق لكي ما نلصم ما يمكن تلصيمه، يعني نلزق ونحاولنا يعني إيه أي حاجة. أمي بذكاء شديد الله يباركها يا رب ويحفظها، كانت سبب رجوع للرب بدموعها وصلاتها 3 سنين وأنا في الشر والمخدرات والضياع، صلت بالدموع لأجلي الرب يحميها ويبارك دموع كل أم بتصلي، قولوا أمين. فرحكم بولادهم وبولادكم وخلاصهم في اسم يسوع. فجت الأم عملت إيه؟ أمي راحت جايبة زي شرشف كده مفرش حلو، وراحت مغطية الطاولة شيك وغالي كده، فبيجي كل اللي يدخل عندنا قرايبنا أو ضيوف، الله حلوة. فأول ما حد يمسك البتاع أمي تكلبش فيه من تحت كده، تقول لهم وحط 50 بتاع دبوس بحيث إن إيه يعني، لا لا معلش مش هينفع، المفرش شكله حلو.
بس تحت دمار دمار. اخواتي الاحباء، احنا عايشين مسيحيه في هذا الزمن بعيده كل البعد عما يقدمه الكتاب المقدس في شخص الرب يسوع. احنا بنلعب لعبه اسمها مسيحيه واحنا بعاد تماما، وقاعدين ننتقد في بعض ونلوم بعض، الشكل واللبس وده بيمسك ايه وده بيشوف ايه وده طريقه وعظه. اخواتي احنا بعاد عن الموضوع جدا، زي ما قال الرسول، لانكم لم تتعلموا المسيح. عايزين نرجع تاني، عايزين نرجع تاني ونقول له جوه القلب في خراب بنحاول نداري. وأحلى ناس نتجمل، أعرف اثنين مرضى، يحميك يا رب ويشفي كل مريض في اسم يسوع بالمرض الوحش السرطان، قولوا أمين. أنا صلاتي الأيام دي إن السرطان يموت وأولاد الله يعيشوا، تقولوا أمين. اثنين أعرفهم كان عندهم سرطان روحي، راحوا كشفوا نفس الكشف وراحوا عند نفس الطبيب، والعيادة كانت في الهيكل، الفريسي والعشار، كل واحد دخل عشان يشرح الحالة. الراجل الفريسي بكبرياء رهيب، أيها الطبيب الحلو الكويس، أشكرك ما عنديش حاجة، مش بشتكي من حاجة، أنا صحتي مية مية وأنا أصوم وأصلي وأنا بدفع عشور وأنا مش زي البني أدمين دول، ده أنا يعني روعة روعة، كذاب. تاني عيني ما قدرش يبص للسماء لأنه حاسس بحالته. يا حبيبي كان نفسي أشوف إيدك وهي بتقرأ على صدرك، أيها العشار التائب المسكين الحلو، كان نفسي أشوف الدموع وهي في عينيه كنت بتكشف الحالة. أربع كلمات لخصوا الموضوع كله، صرخ وقال له اللهم ارحمني أنا. تسمع الاستجابة، يقول الكتاب عن هذا العشار، نزل إلى بيته مشفي مبررا دون ذاك. أخواتي يا ما بيوت فوسطينا فيها نزيف وبنحاول نداري عليه، وياما علاقات فيها نزيف وبنحاول نداري عليه، وياما خدمات فيها نزيف وبنحاول نداري عليها. لو عايزين الله يباركنا بجد، يبارك سيدني واستراليا ويبارك العالم، جه الوقت لكيما الكنيسة تتحد وتتضع وتنكسر أمام الله عشان البركة اللي بنحلم بيها تيجي. عفوا وحاشا، وبعتذر حتى لحضراتكم المشاهدين، أكون خادم كذاب. يحفظنا الرب إن احنا نكون أمنا ونفضل نقدم كلمته بأمانة. لو قلت لحضراتكم في بركة حقيقية بدون توبة، قال الكتاب من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها وبعديها اتركها يرحم يرحم. يا ما في حاجات في الحياة عايزة تتكشف، يا ما في عفوا في التعبير نزيف نزيف. يمكن النزيف في العلاقات، يمكن النزيف مادي، يقول لك في فلوس بس فيش بركة، فيش بركة. يمكن النزيف نفسي، نفسك مكسورة وحزين، أديلك زمان يوميا يمكن بتنام ودموعك على خدك، البيت مش عارف يفرح، يمكن بترنم بس عفوا ترنيم شفايف والقلب ناشف وجاف. الله عنده استعداد ان يوقف النزيف اللي في حياتك في اسم الرب يسوع المسيح. رب عنده استعداد يعملها معانا النهارده. احنا يعني مرات كتيره بنحاول نداري، بس لو كشفنا بنكشف، بس بنكشف حاجات. وياما جوه الكنايس زحمه وبلاوي، القصص اللي قريتها بتاع الابن الضال اللي قلتها لحضرات، كل ابن الضال ومش عارف الخروف الضال والضر، كل دول اصعب من بعض. بس حضراتكم عارفين الاكثر صعوبه في القصص دي، عارفين اصعبهم ايه؟ مش الابن اللي ضال، الابن لما ضال ساب البيت ومشي، والخروف لما ضال ساب الراعي ومشي، بس الكارثه في الدرهم اللي فقد، فقد في داخل البيت. جوه فين؟ مش بره. يا ما مسيحيين جوا الكنائس مع كل احترامي مفقودين، مش برا، مفقودين جوا، مش معاد شغالة وعاملين خدمة ونشاط وحاجات زي العسل، بس هو مفقود. اخواتي ربنا عايز يرجع تاني، كل نزيف روحي في حياتنا كمؤمنين وخدام يقف في اسم الرب يسوع المسيح. والزمن اللي جاي ده مش زمن استنزاف، ده زمن انطلاقات روحية، زمن الله يشدد سواعد يديك ويتم المكتوب الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب، ويتم عنك المكتوب توسع خطواتي تحتي. ده وقت مش عشان نمشي عفوا يعني، لا ده وقت نركض مع المسيح. ضيعنا كتير من حياتنا، وجي الوقت عشان نكرم الله ونعيش له صح. نمرة واحد المرأة وحالتها، لكن نمرة اتنين بسرعة المرأة وإرادتها. ايه رأيكم في الإرادة بتاعتها؟ حلوة؟ أنا عندي إرادة أقوى منها إن حضراتكم تردوا عليها بصوت عالي. إرادتها حلوة ولا مش حلوة؟ جدا حلوة، يا على روعة هذه البني آدم الحلوة. ست دي رغم إن الحالة موت، مين في حضراتكم بيعرف يرسم رسم؟ أو في المشاهدين كمان يرفع إيده، بس ربنا هو اللي هيشوفه مش هيك. مين بيعرف يرسم؟ تخافوش مفيش اي اختبار، بس ده لخ ايميل امين. مين كمان
روعة. شكرا. هنعمل ايه بعد اذن خدام الرب؟ وانا مش هعمل كده بس بستأذنهم رغم اني مش هعمل، يعني شايفين المحبة. هطلب منهم ان حضراتكم الاخوة اللي بيرسموا حلو مثلا يطلعوا المنبر ونجيب لهم لوحة والوان ونقول لهم يا جماعة خلاص خلص نص الوعظة والنص التاني رسم، حصة رسم، ونعمل لكم اختبار مش فردي جماعي، كلكم تتحدوا تعملوا فريق فني فريق عمل واحد وتطلعوا لنا رسمة واحدة. ايه هي؟ نفتح انجيل لوقا اصحاح 8 ونقرا من الآية رقم 43 قصتنا بتاعة المرأة نزفة الدم بتاعة النهاردة، ونقول لهم ارسموا لنا امرأة بنزف دم 12 سنة انفقد كل معيشتها الأطباء لم تقدر أن تشفى من أحد، ونزود عليهم عبارة قالها البشير مرقس في إنجيله قال بل صارت إلى حال أرداء. هنسيبهم دقيقتين وأنا أثق خصابة أفكار وذهن حضراتكم الخصب بالتفكير والخيال بعد ما تخلص الرسمة. إيه رأيكم؟ شكل الرسمة النهائي هيكون إيه؟ تعبانة بتموت وشها أصفر، حاجة كويسة. أمين. إيه؟ مش قادرة تمشي صح؟ حزينة. ده أنتوا جواكوا كلام رهيب بصراحة، يعني أمين. مكسورة بالفعل. عارفين يا جماعة هيرسموا لنا إيه المشهد اللي هيطلع قدامنا؟ هيرسموا لنا امرأة نحيفة جداً، هزيلة يا عيني وضعيفة ومنحنية وبعيد عنكم جلد على، وحالتها تصعب على إيه؟ رب يجيبش كفر يا رب ولا حاجة، بس حالتها تصعب على أي بني آدم. اسمع التعبير، الحالة موت بس الإرادة والرغبة اللي في قلب هذه الإنسانة واو. الحالة بتقول ما فيش أمل بس يا باي على الرغبة والتحدي والإصرار، وكأنها عايزة تقول مع المختبر لن أموت بالأحياء، أنا هرفض الموت اللي الشيطان فرضه علي، أنا هرفض الواقع المرير، مش هستسلم، مش هرفض، مش هفكر، مش المرض هو نهاية حياتي. ناس قاعدة في البيوت وخايفة من المرض، الله يديك العمر ويشددك ويقيمك من تاني ويفرح قلبك وبيتك في اسم يسوع. أنا وحضراتكم النهاردة هدف اليوم كله زي ما تكرم وقال أخي أن ربنا يعمل فينا عمل عجيب وعظيم اليوم ده عشان الإرادة اللي ماتت تحيا. بنادي على كل قلب مخلص بيحب المسيح، بنادي على كل خادم وخادمة يلي عرش النعمة هجرته، يلي كلمة الرب والقعدة قدام. أنا عارف أنك مش راضي على نفسك وكلام ليكو، أنا عفوا يعني مش جاية دايك حضراتكو زيادة، يعني في ناس هم مخلصين وحاسين بالتقصير ونفسه جاي النهاردة متشجع، ممكن أنا بعدم حكمة أفضل وانت وانت وخليك يعني من كتر الحزن تطقي تنفجري وانت قاعدة، فأنا مش جاي أحزنك أكتر ما أنت حزين، أنا جاي لك بأحلى بشارة خير زي ما قدمها خادم الرب وأكررها تاني، ما زالت يد المسيح ممدودة ليك بالحب. لسه الله عنده استعداد أنه يكسر يد الشيطان من بيتك وحياتك في اسم الرب يسوع. لسه المسيح عنده إصرار أنه يغيرك. صدقونا يا جماعة القوة اللي ليك عند المسيح لم تخرج بعد، واليوم هو يوم خروج القوة دي لحياتك. جاءت من ورائي. على فكرة عندها مصيبتين يمنعوها أنها تيجي. نمرة واحد ميتة بالحياة. لو واحد من الرجال، الراجل مش قصده، أنا ما أعرفوش بس هو مش قصده، وهي بتحاول فيه في الباوربوينت بعض الصور كده تلاقي الست بتزحف على بطنها وعايزة تلمس إيه؟ طرف ثياب المسيح حد بسوه. فيعيني لو هي داخل وسط الجموع راجل غصب عنه راح دعس داس عليها هيعمل لها إيه؟ مش هتتفعز، هي ما فيهاش حاجة تتفعز. بعيد عنكم عفوا، يعني يمكن تلزق في حذاء ولا حاجة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المرأة في العهد القديم شريعة لويين، شريعة السيل في سفر لويين صح 15، المرأة في حالة النزيف تعتبر نجسة. فأنا لو موجود بغباء رهيب مني هجري عليها وأقول لها يا ستي رايحة فين؟ الحقي روحك، الحقي نفسك، هتتفضحي، ده أنت لو روحتي الناس يقولوا ابعدي نجسة تخيل دموعها تنزل وتقول لي يا ده أنا ما صدقت إن فرصة عمري وجدت الغاية عندي، عايز نضيعها، عايز نضيع أغلى يوم، ده أنا ما صدقت سمعت عنه إنه جاي معدي علينا، ده أنا ما صدقت عرفت إن في رجاء وفي أمل، أنا ما صدقت المسيح جه الغاية عندي، مش عايز نروح. عشت سنين مكسورة وحزينة وتعبانة، اتضحك عليا وضحكت على الناس، عشت كذبة، وحتى الآن مش ضامن ولا جوايا سلام زي ما تكرم خادم الرب وسأل تجاه أبديتي. النهاردة من الآخر وبدون ما نغلب حضراتكم معايا، هل نفسك المسيح النهارده يبدا في حياتك بدايه حقيقيه جديده؟ اخواتي
أنا جاي أطمن قلبك وأقول لك مهما كان مضيق صعب وأسود ومهما كنت حتى أخواتي المشاهدين اللي بيسمعوني في أي مكان في العالم هنا من سيدني أستراليا بنكلم كل حضراتكم بنكلم كل إخواتنا اللي موجودين مهما كانت حالتك لو مؤمن في ضعف أو تعب حتى لو أنت شاعر زيي في بعد وأنك محتاج المسيح أكتر رب يسوع عنده استعداد أن يغير الحياة ويبدأ معاك في هذا اليوم بداية حقيقية جديدة. عارفين الأطفال الصغيرين يا جماعة لما بيكتبوا بالأقلام الرصاص ويخطئوا بيجيبوا إيه؟ محاية أستيكة مساحة أي حاجة بحسب لغات البلاد الشرقية اللي احنا عايشنا فيها. أغلى مساحة أو محاية وأستيكة في سيدني بكام مثلا؟ يا بوي ده غالي يا جو انتوا ازاي عايشين هنا يا جماعة؟ تعالوا معانا الدنيا أغلى. قول يا عم يجيبوا محاية $10 اللي هي الكبيرة الحلوة اللي بصحتها دي. الطفل لأنه أخطأ متضايق إنه غلط فيجيب المحاية ويفضل يعمل ايه؟ لا مش بيمس بيهري الورقة يعني بيدوبها عايز يشيل اثار الغلط اللي غلطه باي طريق. بعد ما يخلص مهما كانت جودة هذه المحاية وينفخ في البقايا اللي بتطلع ذكريات الطفولة التحيسة اللي عشنا فيها زمان واحنا صغيرين الاب والام يمسك الورقة ويدقق فيها يلاحظ ان لسه في اثار في علام. اخوتي الاحباء محاية وأستيك الدم المسيح لكل المجد لا تترك للخطية أي أثار ولا علام. محاية دم المسيح تقتلع الخطية ويقول الكتاب دم يسوع المسيح ابنه هللويا يعمل إيه؟ أنا إيماني إن المسيحية هي عملية غسيل. في ناس بيعملوا غسيل كلى يا رب مش فيهم يا رب وش في كل مريض بس أنا إيماني إنه مش غسيل كلى. عارفين غسيل إيه؟ كل اللي هتقولوه صح. واضيف معاكم حاجه المسيحيه هي عمليه غسيل دم. مسيح بياخد الدم اللي مليان نجاسه وهي دي بما معنى بسيط الولاده الجديده والحياه الجديده مع المسيح. ياخد الدم الملوث بالخطيه. عارف لحظات التوبه المخلصه بعد شويه واحنا بنصلي هيحصل ده من غير ما انت تحس انت بتصلي في امان الله كده فجاه مسيح ياخدك لغرفه العمليات السماويه الالهيه ويحطك على شيزلونج على سرير على تخت وهو على سرير آخر ويوصل الخراطيم أو بلغة بلاد الشام البربيش اللي هي بربيش برافو انت شاطرين ويوصل الخراطيم بينك ما بينه اسمع وياخد المسيح الدم الملوث بالخطية ويعطيك المسيح منه هو دم جديد. ياخد الدم اللي فيه نجاسة ويديك دم مليان قداسة. يا جماعة المسيحية مش كلام ولا انفعالات المسيحية قوة تغير الحياة. المسيحية تحول الزاني عفوا في التعبير قديس. تسمع عن قصة القديس أغسطينوس؟ ما كانش زاني كان عنده طفل في الزنا والشر والضياع بس لما نعمة الله الحلوة التقت بهذا الشخص القديس الحلو اللي بيدور الناس اللي عايش معهم في الشر مش لاقيين واحدة لقيت وجرت عليه أغسطينوس ما ردش جربت منه تاني قالت له أغسطينوس بس الله قال له أغسطينوس اللي انت تعرفيه مات وأنا أغسطينوس الجديد. مسيحية تخلي الزاني قديس نعم المسيحية تحول الحرامي أعظم صانع خير في الوجود. لا يسرق السارق فيما بعد مبارك اسمك يا رب. بل بالحري يا ناس يتعب الحرامي يتعب أيوة يتعب بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه. لا خد المعجزة الحقيقية لكي يعطي من له احتياج. اللي كان بيسرق يتعب عشان يساعد الناس ويكون بركة للآخرين. هحكي مشهد بعديها آية واختم على طول. عندنا في بلدنا كان من كام سنة قريب خالص الرب كان زارنا زيارة كده عندنا مجموعة من الشباب في سني وأصغر وأكبر وهم يعني أنا بحبهم بعد ما خدمنا مع بعض وعرفوا الرب وكده فيعني غليوا عليا زيادة وبحكي لأن أنا حكيت ده معاهم. مجموعة شباب بعاد عن الرب كانوا جدا صاحبين جدا جدا القديس فيهم بياخد حشيش ومخدرات يعني ده اللي هو إيه يعني العدل الحلو صاحبين قوي. فعندنا في البلد عندنا الخدام الحلوين قالوا عايزين نخدمهم طلبوهم يروحوا الكنائس ولا اي كنيسه ولا ارثوذكس ولا كاثوليك ولا عايزين يروحوا في حته صاحبين وقتهم صعب فاتحين مشاريع ومشغولين ففكروا يعملوا لهم زي كامب مؤتمر كده معسكر يومين يكونوا في الويك اند هم بيكفلوا اجازتهم الحد فياخدوهم سبت وحد وقالوا لهم هنروح مكان فيه ملاعب بيت للمؤتمرات كده مركز هيكون فيه زي سويمينج بول وهيكون فيه ملاعب وحاجات كده هنقضي يومين ترفيه بس خلال اليومين هيبقى فيه بس ثلاث وعظات اجتماعات صغيرة تأمل كده الصبح صلاة وترنيم ويعني هم هيوصلوا هياخدوا بالليل تاني يوم الصبح وتاني يوم بالليل. المهم يعني الشباب اتشجعوا اتجمع حوالي 140 أو 150 ولد وبنت خلاصة شباب البلد يعني
لسوء حظي او لحسن حظي مش عارف، اتصلوا بي يدعوني عشان اروح اوعظ. كنت مسافر وما كانش عندي للاسف حظ يعني او وقت، الا بس الصبحيه اللي هي الاجتماع الصبح، لاني بالليل انا في قريه في نهضه بوعظ، تاني يوم مسافر بلد تاني هخلص واروح بلد تاني. قلت لهم هاجي الصبح وانا مسافر عدي عليكم. رحت كل صراحه وبقول لكم تاني لان انا حكيت معاهم هم غاليين عليا جدا وبحكي لكم الكلام ده. اول ما شفتهم نفسي تسدت سده رهيبه. عارفين عندنا ابو الهول والاهرامات في مصر، يا ريت تزوروا مصر والسياحه يا جماعه عشان تشجعوا. فانا اول ما شفتهم قلت ده لو ابو الهول نطق دول يتوب ولا صعبين قوي، وانا عارفهم وحاولنا معاهم كتير. فانا بصراحه قلت يا رب ده انا جاي صوتي ضايع وهلكت في النهضه اللي كنت فيها يعني تعبان وسفر بعيد. راح الروح القدس وبخني بسرعه وتلميت واحترمت نفسي وقلت له يا رب انا اسف، ده انت مت على الصليب من اجلهم ودفعت ثمن خطاياهم، يا رب سامحني دول يطلع منهم قدسين وخدام وابطال. فتشجعت كده وقلت له يا رب لا نقدم انفسنا، نقدم يسوع المسيح واياه مصلوب. يا رب انت قلت ان كان احد يخدم فكانه ايه منحه قوه من عند. فرحت طالع على المنبر، اول ما ابتديت اتكلم فانا فوجئت مفاجاه كلام ليكوا. انا عندي عيب خلقي اثناء الوعظه الكيمياء بتاعتي بتكون شغاله بشكل رهيب، شايف مين بيعمل ايه واخد بالي بس بعدي يعني، فدي مشكله بتخليني افكر زياده. فايه المهم ايه اللي حصل، واثناء الوعظه شايفهم مركزين تركيز رهيب. فروحت راجع لنفسي في وسط الوعظه بقول اكيد في حاجه غلط، بجدوله يركزوا اكيد في ان. بعد شويه طبعا ما ينفعش نوعظ وعظه زي حضراتكم وتسمعوا نقط وافكار حلوه والسماء ومش السماء، لا ده يا دوبك نضحك معاهم بس، ولو قلنا فكره في وسط الضحكه دي نصلي بيها يبقى شكرا قوي. فانا فوجئت في نص الوعظه لسه يا دوبك بضحك معاهم كده وداخلين لحته يشهد الرب بحكي بكل امانه بالحرف، ببص على دموع ناس منهم وهم قاعدين يسمعوا كم الدموع اللي كانت في عينين اكتر من شاب وشابه قاعدين. فانا قلت اكيد بقى واحد صاحبهم بعيد عنكم قطعت عربيه ولا داس عليه قطر ولا حصلت حاجه. مع غبائي انا البشري طبعا قلت ما يتاثروش دول بهين اكيد في حاجه. بعد شويه وانا بتكلم لمحت شاب منهم طلع المناديل الفايم بتاعته او المحارم بتاعته ولا حاجه، كم الدموع اللي كانت. هو الولد ده اشدهم في الشر والخطيه، عيني خجلان بصص في الارض ويمسح دموعه خلص المناديل اللي معاه وراح بايده كم الدموع. انا بصيت له اتاثرت، بس الناحيه الثانيه لقيت واحد ثاني مفحوم بكى. فانا بسرعه قلت لنفسي واضح ان الرب شغال وبيعمل لنفسه، وخليني جدع وابن ناس واحترم نفسي واقعد انا واسيب ربنا يكمل. لو انا كملت هبوظ على ربنا شغله. فانا لسه بصدق الرب شاهد ما قلتش حتى فكره نصلي بيها، مش عارف هنعمل ايه. فانا اول ما لقيتهم بيبكوا رحت انا التاني اتحمكت وبكيت، قلت لهم الشباب تعالوا نغمض عينينا ونصلي. ولن انسى المشهد اخواتي، قبل ما انزل مع المنبر قلت لهم انا هسيب الميكروفون وهنزل على الدرج على السلم. كانوا عاملين في بيت المؤتمرات المسيحي صليب كبير للمسيح، قلت لهم انا هنزل اركع عند الصليب وعشان لا أتعبكم ولا تتعبوني معاكم ولا بالتأثيرات ولا بأي كلام. لو أنت ناوي من قلبك من الآخر أن تلتصق بالمسيح وتوب عن الماضي وتبدأ من النهاردة صفحة جديدة وعهد جديد، اترك مكانك وتعالى اركع معايا. قلت في بالي لو طلع واحد ولا اتنين بركة. فسبت الميكروفون، المسرح كان كبير، عقبال ما مشيت وصلت نزلت على الدرج بلف جسمي عشان اركع. كم الشباب اللي طالعين، أكتر من 90% من الحضور اللي كانوا موجودين. أول مرة أشوف شباب بيزيحوا بعض أو عشان يطلعوا في الممر بيركضوا. واحنا راكعين ما كانش فيه زي كده ارض حاجه على الارض، موكيت كان زي البلاط والسيراميك. شباب منهم راكعين يضربوا ايديهم في الارض يبكي، عيال صعبين في الشر يقولوا سامحني يا رب حبيت المخدرات اكتر منك، ولا التاني يقول انا ناجس يا رب انا زاني لسه بتحبني لسه بتدور عليا تقبلني بعد كل اللي عملته. خدام جابوا لي الميكروفون لان صوتهم عالي عشان اصلي معاهم واتكلم. انا مش عارف اصلي اقول ايه، كل اللي بعمله اطبطب على ده شويه واطبطب على ده شويه واجيب لي ده مناديل ومش عارف. انا بجد مش عارف بكينا دموع اليوم ده، رنمنا وفرحنا وحصل مشهد غريب. فوجئت بدون ما اطلب صدقوني ده عمل نعمه الله. شاب منهم راح حط ايده في جيبه طلع باكيت السجاير اللي كان معايا علبه سجاير كسرها، وبعد ما عمل كده كم المخدرات اللي طلعت من الشباب نفسهم والحشيش والحاجات دي. واليوم ده السما فرحة فرح رهيب حلو. بس اللي جاي الأحلى اللي هختم بيه، بعد ما خلصت سافرت غبت عن بلدنا حوالي أسبوع أو 10 أيام مش فاكر، لما رجعت وأنا ماشي في الشارع لمحت ولد منهم، عفوا شاب منهم اللي هو أول واحد عيط وطلع، فناديت عليه باسمه يا فلان. فبص ورايا شافني، اسف بص ورايا شافني فجري عليا وخدته في حضني وبتاع، قال لي الحمد لله على السلامه انت متى جيت؟ قلت له لسه راجع وبتاع. فانا بصيت له وابتسمت واقول له اخبارك ايه مع المسيح؟ قال انا اتغيرت. قلت له اشكر ربنا.
قال لي بقول لك اتغيرت. انا بصراحه خفت، حسيته بيهددني يعني ولاد عنيف كده. فقلت له يا اخويا دي حاجه عظيمه. قال لي انت مش فاهم يا اخ. قلت له يعلم الله كنت فاهم، دلوقتي مش فاهم اي حاجه، يعني انت عايز تقول ايه؟ فاول ما عمل لي كده انا بصراحه يعني اتلبست. الولد في الشارع يعلم الرب يسوع بصوت عالي، قال لي هقول لحضرتك على حاجه، الرب يسوع المسيح غير دمي واداني دم جديد. هللويا، الرب يسوع غير دمي واداني دم جديد. أنا بصلي غير دم كثيرين في اسم الرب يسوع النهاردة. هنا موجودين بيحضرونا وناس كتير على شاشات التلفزيون بيحضروا معانا. قبل ما تغمض عينك وتصلي إخواتي خدام الرب المؤمنين والأبطال اللي موجودين، الرب اشتاق لكم قوي، اشتاق أن يستخدمكم تاني وتحملوا حضور الله في سيدني وفي ملبورن وفي نيوزيلندا وفي بيرث وفي كل مكان في استراليا. اشتاق انه يرجع تاني يحط ايده الكريمه. ابليس امتلكك وامتلك بيتك، البيت فيه انزعاج وتوتر ونزيف. اول ما لمسته يقول الكتاب ففي الحال، مش وقف شويه شويه، لا لا لا، في الحال وقف نزف دمها. انجيل مرقس بقى يحلل الكلمه اكتر، يقول لك فللوقت جف ينبوع دمها. سيح مشتاق يوقف الينبوع ويخليه يجف النهارده، ينبوع الضعف والخطيه والانقسام العائلي والانفصال والمشاكل والعيال العنيده اللي عايشه في المخدرات والشر والبعد والبيت اللي مليان نجاسه ومليان حب للمال وعبوديه لابليس. ربنا عايز يرجع يغطي بيوتنا بحضوره ويبدا معانا من النهارده صفحه في اسم الرب يسوع. اللي فات عند صليب المسيح، صدق اللي فات يموت من سلبيات والايجابيات. الرب يعيد لينا ايام عظيمه ومجيده. أقول اللي أنا هختم بيه بالضبط كده، أنا 32 دقيقة بالضبط عشان أختم على طول الوقت الممنوح لي. يعني عايز أقول لحضراتكم، داود النبي أخطأ، زنى مع بثشبع امرأة أوريا الحثي بعد ما غلط الغلطة الشهيرة بتاعته. فاكرين؟ غلط، زنى مع بثشبع. داود التعبير ده غير قلبي وأثر فيا كتير، وربي أثر في ناس كتيرة مخلصين مشاعرهم رقيقة تجاه المسيح. قعد حوالي، قالوا بعض الشراح انه تقريبا قعد حوالي 16 شهر بعيد عن الرب بعد ما زنى. ست بقيت حامل 9 شهور ولدت، وبعد شويه وصلى الواد والواد مش عارف القصه دي كلها، الرحله دي. داود رجل الله، داود خادم الرب، داود اللي رنم ترانيم ومزامير بندوب واحنا بنصليها، داود اللي في يوم من الايام قال ابي وامي قد تركاني والرب يضمني. 16 شهر يا داود وانت محروم من الرب. بس اسمع المشهد الرهيب اللي جاي، الرب اشتاق لداود. مين اللي غلط؟ داود اللي غلط يا رب. بالمصري بتعبيرنا الدارج، الرب وحشه داود. فرب نادى على واحد اسمه نثان النبي، بما معناه يعني، قال له نثان، قال له اقول لك، قال له ايوه يا رب، قال له اشتقت لداود يا نثان، وحشتني دموعه وصلاته، وحشني لما كان بيحبني ومخلص ليا، انا اشتقت له داود يا نسان. فنسان بكى، قال له طب اعمل ايه يا رب؟ قول لي. قال له عشان خاطر حبيبي اترجاك، روح قول له، روح قول له، روح خليه يحس، روح كلمه، روح فوجه، روح قول له الرب بعتني بيقول لك اشتقت لك، الله بعتني بيقول لك وحشني ترنيمك وحبك، وحشتني عبادتك المخلصه اشتقت لك. احنا بعتنا الرب خدام الرب اللي موجودين الله يباركهم عشان نقول لناس موجوده الرب اشتاق لك، اشتاق انه يروح معاك البيت، اشتاق انه يزور ولادك وشبابك وخدمتك وكنيستك وجمعيتك اللي انت جاي منها. هتخيل مشهد وده اللي هنصلي بيه، حضن الرب يسوع المسيح مفتوح وبيركض بيجري عليك ودموعه نازله بصوت عالي بيقول لك وحشتني. كم واحد اشتاق للمسيح يا جماعه؟ في عيدك كده تجاوب بفرح امين يا رب. وهقول لحضراتكم رب يبارك قدام الرب ويبارك حضراتكم، الرب هيموت عليكم، هو مات لأجلكم وهيموت عليكم. يعني إيه؟ اشتاق بمشاعر بشرية يرجع من تاني يعمل عمل عظيم فيما بيننا. وهنطلع من هنا في اسم المسيح نتحول إلى أناس آخرون. كفاية اللي ضاع. أخوتي الأحباء، شعب الرب اللي موجود في سيدني، جيل معاد وجيل وقت عشان النزيف يوقف. فهمني كويس أخويا، أخواتي اللي بيسمعوني، كتاب بيقول أنت تقوم وترحم صهيون، مزمور 102 الآية رقم 13، لأنه وقت الرأفة. بس خد الأروع، لأنه جاء الميعاد. عايز افرح قلبك، جيل معاد، جيل معاد عشان ربنا يحقق الحلم، جيل معاد عشان دعوه الله في حياتك تتم، جيل معاد عشان المرار والوجع اللي بتمر بيه في بيتك وفي حياتك رب يحط له حد فلن
اتحدى. حد مصدق ان الميعاد جه؟ هو ميعاد الوعظه جه بس ميعاد ان احنا نصلي. امين. طب يلا وانت قاعد كده اطلب اخويا صمول يجي يصلي معانا وخدام الرب هنفرح وهنصلي في اللحظات اللي جايه. غمض عينيك وانت في مكانك بكل اتضاع في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. غمض عينيك وانت في مكانك اني اعلن حضور الرب يسوع المسيح بمهابه غير عاديه. وانا مصدق ان اللي الرب بيعمله من بدايه اول صلوه وترنيمه وكل والعظات اللي فاتوا التامل ربنا بيزورنا. واليوم ده فين يا حبيبي؟ تعال اتفضل خنجي اتفضل خصام. عايزين الكنيسه كلها هنصرخ مع بعض واحنا بنقول له لمسه شفاء، لمسه حياه، تلمسني بايدك، ده انت الاله. انا عندي حد عنده ايمان ان الرب يسوع موجود في وسطينا يرفع ايده كده عالي. اخواتي الاحباء النهارده يوم قرار، اعلنت عن حالتك روعه بس جه الوقت عشان الاراده المخلصه تقول له كفايه اللي راح. انا برفض الموت يا رب، انا برفض الضعف يا رب، انا برفض اني استسلم حتى للظروف اللي الشيطان حطني فيها. في اسم الرب يسوع اكسر كل فشل الشيطان رمى عليا يا رب. هرجع تاني افرح قلبك، ارجع تاني اكرمك يا رب، ارجع تاني اخدمك يا رب، ارجع تاني احمل حضورك يا رب. في اسم يسوع خدمنا وخدمته في استراليا سنين عمره كل فاتت، بس انا بصلي ان الزمن اللي جاي يكون مختلف. تقولوا امين يا اخواتي. في نزيف في حياتك خليك مخلص، قول وقف النزيف. في الم في حياتك خليك جدع، قول له كفايه، شوف لك حل بقى اعملها معانا يا رب. كنايس فيها نزيف وناس الشيطان حطهم للانقسام، رب يحط ايده عليهم ويهديهم ويغيرهم في اسم الرب يسوع المسيح. اشكر رب عشان خدام الله والجسس الكنيسه في سيدني بتتحد، ربنا بيعمل بيهم رجال الله الابطال دول يعمل بيهم عمل عظيم. يا رب احنا منتظرينك وعايزينك في اسم المسيح. هقدم دعوه مخلصه لكل قلب صادق. لو انت بجد محتاج الرب يسوع المسيح وعايزه من قلبك، محتاج تقول له مدي ايدك بلمسه شفاء، وانت في مكانك هستأذنك اقف معايا عشان نصلي الترنيمة دي واحنا واقفين. لو تقدر مش الكل اقف معايا، اقف معايا وقول له جت أزمنة افتقاد جديدة يا رب، جي وقت عشان المرار اللي عشنا فيه والتحديات. في ناس بتخدم بس ما فيش ثمر، الخدمة صعبة شرسة. الرب يزيل كل الهضاب اللي امامكم في اسم الرب يسوع المسيح. وارض سيدني ارض استراليا تكون ارض مثمرة لخدام الرب اللي موجودين وللضيوف اللي بيجوا، الله يعمل عمل عظيم. تعالوا نرفع ايدينا للسماء، ارفع ايدك يا جماعة. الموضوع مش برفع الايد، بالقلب المرفوع بطلب الرب قبل رفع الايد. بس الكتاب قال ارفعوا قلوبكم واياديكم الى الرب في السماء. ارفع ايدك معايا للسماء وهنصرخ مع خدام الرب اخويا صمول وخادم الرب المبارك الاخ نجيب لبيب. هنرفع ايدينا واحنا بنقول لمسة شفاء. صدقني مش بعيد وانت بتقولها يسوع يمسك ايدك، قول امين في اسم الرب يسوع. اخواتي اللي فوق واخواتنا اللي على الشاشة بيسمعونا هيعملها معاك، هيمسك ايدك، هيعدي بيك الازمة والمرحلة والتعب. تعالوا نبكيها ونصليها ونصرخها واحنا بنقول له لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بايدك. يلا رنم معانا وقول للرب من قلبك لمسة شفاء، لمسة حياة. قولوا معانا اخواتي ده انت الاله. انا عندي يا رب، نقولها بحماس مع خدام الرب يلا بقوة. وهلمس وهلمس توبه انت انت الحنان. كمان مرة لمسة شفاء باسم يسوع، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. قول يا شعب الرب تعمل ايش؟ اسمع حضراتكم يلا بصرخة واحدة وبصوت عالي وواحد، اشفيني اشفيني برافو روعة من كل ضعف فيا. اشفيني من الشهوة من الخطية. اشفيني محتاج لك يا رب، محتاج لك يا فهدي. اشفيني اشفيني يلا مع بعض بعلى صوت كمان مرة قول له اشفيني. اشفيني من كل ضعف فيا.
ما نرنم العدد الثاني، قبل ما نرنم العدد الثاني وبعد كده اصلي معاكم صلوة اخيرة. جماعة العدد ده مش بيترنم، العدد ده بيتبكي وبيتصرخ. المرنم المخلص يقول للرب جاي لك بعترف بحالتي، كفاية ضحكت كتير على حالي، ضحكت كتير على نفسي، ما تغيرتش، جاي لك بضعفي، جاي لك بخطايا، جاي لك بتقصيري، جاي لك يا رب بكل عدم أمانة، جاي لك بذنوب ندمان وبتوب. طالب ايه؟ قولوا يا جماعة بصوت عالي، طالب ايه؟ كم واحد طالب غفران في اسم رب يسوع؟ ارفع ايدك خليها مرفوعة. طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك. ليه بقول لك ارفع ايدك؟ لأن العدد ده هيحصل معانا. بمسك في ايديك، يسوع هيمد ايده ويمسك في ايدك في اسم رب يسوع المسيح. يسوع هيمد ايده ويمسك في ايدك. واحنا بنرنم العدد ده ما ترنموش، صليه. هات ضعفك وتخيل وده حقيقي وانت امام صليب الرب يسوع المسيح. هات عدم امانتك، هات يمكن البيت فيه مشاكل قدام الناس، شكل الموضوع حلو والبيت خربان، قول يا رب انا وزوجتي ولادي وابوي وامي واختي واحفادي احنا جايين بنقدم توبه جديده لازمنه جديده مليانه بالبركه وبالاستخدام. تعالوا نصرخ العدد ده وبعديها القرار بقوه، واحنا بنقوله بنكشف حالتنا وبنعلن ارادتنا عايزين نتغير في اسم المسيح. صلي وقول معانا جاي لك بذنوب، جاي لك بذنوب. صوت عالي يا شعب الرب. ندمان ومتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب. دم المصلوب. ارفع ايدك قول له بمسك في ايديك. في ايديك. وبصدق. نادي عليه قول يا يسوع. يا يسوع عش فيني. راجع لي. جاي لك. جاي لك بذنوب. ندمان يا رب. ندمان. طالب يا رب، طالب يا رب، طالب المصلوب. بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع. اشفيني يلا مع بعض بصوت واحد اصرخ وقول اشفيني. روح 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 من كل كمان مرة مع بعض بصوت عالي كله اشفيني يا يسوع. اشفيني اشفيني من كل ضعفي فيا، اشفيني بالشهوة بالخطية، اشفيني محتاج لك يا بديع. يلا اخر صلوة هنصليها، نفسي كل ثلاثة اربعة امسكوا ايدين بعض. ليه هنعمل كده؟ الكتاب المقدس قال وده آية مهمة، ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. امسك ايد اخوك، امسك ايد زوجك او زوجتك اللي جنبك، وتعالوا نتحد نقول يا رب احنا بنطلب يا رب بركة جديدة علينا الايام اللي جاية. يا رب من استراليا تخرج كلمة الله من تاني في اسم الرب يسوع، ناس تيجي عشان تتعرف عليكم، مرسلين يرجعوا يغزوا العالم بالحب وبشارة السلام. يا رب اصلي عشان بيوت فيها نزيف وعائلات متألمة، اصلي عشان ناس قدام الشاشة بيسمعونا تعبانين، ما تزورهم يا رب. زور يا رب الطفل اللي عنده مرض التوحد اللي طلبنا نصلي من اجله من شوية، زور العيلة والاسرة، اصنع ايات وعجائب، مجد اسمك ومجد فتاك القدوس يسوع فيما بيننا يا رب. طالبينك بقوة جديدة يا رب، طالبينك ببركة جديدة يا رب في اسم الرب يسوع. لن تكون سدني كما كانت من قبل، كان في بركة بس عايزين اكتر، كان في مجد بس طمعانين في الاكتر. في اخر صلوة قول يا رب صلي لي ولاخواتي، النزيف لن يقف ولكنه يجف. هللويا. مش بس يقف، يعني اروع اعمق ان يجف. يعني ايه؟ يعني نقاط الحزن في حياتك تتحول الى نقاط انتصار وقوه، نقاط الانكسار اللي مررك بيها الشيطان، رب هيرفع راسك في اسم يسوع. تقولوا امين شعب الرب. في زمن افتقاد جاي جديد على سيدني استراليا، وجاي جديد على ميلبورن، وجاي جديد على كل البلاد اللي حوالينا، ورب عايز يستخدمكم. يعلم الله مش بقول كلام مجرد كلام، انا بقول لكم من قلبي بالروح القدس، في ازمنه افتقاد ستاتي على هذه الارض في اسم الرب يسوع، سياتي عمل عظيم يصنع الرب، والرب بيدور على الرجال الابطال اللي يقفوا في الثغره امامه. كم واحد جاهز؟ مين عايز يشتغل بس الشغل التاني بدون
لا ده المقابل 100 ضعف هنا وفي النهاية الحياة الأبدية. هنشتغل مع الرب، جاهزين نشتغل؟ أمين؟ كم واحد من قلبه شاعر، لا شاعر قليلة، متيقن أن الرب موجود في وسطينا، يرفع إيده اليمين، اليمين اللي هو بيأكل بيها. طب مين فرحان من قلبه بجد؟ يرفع الشمال اللي أنا بأكل بيها، أمي من بعد الترابيزة ولدتني كده يعني اللي حكيت عنها من شوية. تعالوا نعبر عن شكر، أنا مش عارفين إزاي نعبر له بس بتعبير بشري. تعالوا باليمين وبالشمال ندي أقوى سقفة لشخص المسيح، أقوى أقوى، قولوا نورتنا شرفتنا، أعلى أعلى، قولوا بنحبك وعايزينك يا رب. هللويا. النهارده الرب فرحنا بوجود 2 من المرنمين الابطال، الاخ نجيب والاخ صامويل، وكمان رجل الله المتكلم اللي كلمه الله في فمه الاخ إليا كرولز. نفسي نديهم اقوى سقفه خدام الرب المباركين في اسم الرب يسوع. هنختم بترنيمه وبعد كده اللي جاي اخطر، الوقت اللي جاي مهم قوي، ركزوا معانا في فقرات مهمه، بس عايزين نختم واحنا بنقول انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح نسر. أنا كم واحد مصنوع من صخر يسوع؟ إحنا نتكاسر بس وإنت جوا الصخر. هطلب طلب بس قبل ما ترنم يا جماعة، لو ابتسمنا في الترنيمة مش خطية، ولو واحد حب يسجف خطية كلام في سرك طول ما أنت مجفل هتفضل معجدة، فكها عشان ربنا يعمل إيه. يلا فكها وسجف وافرح ورنم وقول ما تعلمتش. أسمع السجفة، أيوة أيوة، مين مش مسجف؟ أنا شايف مع الموسيقى أقوى. يبارككم ويحفظكم رب يسوع، مشاهدين يبارككم الرب حبايب. يلا يلا مع بعض، ما تعلمتش عايش وانا خايف ولا عدي. يلا نقول اسرع مع بعض، لا لا ما تعلمتش واقف أيوة. وانا طاوف جناحاتي، لا يلا معها، ما تعلمتش عايش ولا خايف ولا عدي جرحاتي، لا 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 ما تعلمتش واجه عاصف وطاوف جناحاتي. اسمع لا بقوة، لا لا انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. قول قول قول، انا ساكن صخر وليا جناح أقوى، أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. قول لا لا ما تعلمتش أخلك موعد مش عن عين رؤايا، لا ولا رح أوقف مرة طلوعي بإني أبص ورايا، لا لا ما تعلمتش أخلك موعد مش عن عيني رؤايا، قولوا لا 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 رح أوقف مرة طلوعي بإني أبص ورايا. يلا قول لا بكل قوة، لا كم واحد يصرخ، أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النس، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل، هللويا، أنا ساكن مصنع من صخر يسوع القابل للكسر. قولوا لا لا، يلا بالسقفة آخر عدد بقوة، ما تعلمتش بالسقف، افرح وذكر ترنم ويشوفني بدون تسبيع، لا لا أو بكآبة قلب أغني كأني بدون مسيح، لا لا ما تعلمتش خلى عدو ويشوفني بدون تسبيع، قول لا لا أو بكآبة قلب أغني كأني بدون مسيح. قولوا لا كدسين، يلا لا بقوة، لا أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، لا 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 لا. يلا اختم معايا وقول تشمتي بي، لا 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 اسم يسوع،
لا شماتة من إبليس. لا 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 تشمتي بي. لا 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 يا عدوتي الله نوري وخلاصي. الله يسوع لي وهو خلاصي. أيوة الله خلاصي. الرب لي الرب لي وهو ميراسي. وإن سقط لا أنطرح فلا أبقى في أرض. أنا أخدم أنت بتقول لا بكل قوة عامل. لا 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 تشمتي بي. لا 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 يا عدوتي. لا تشمتي بي. الرب ماسك بيميني. يعمل ايه؟ نفسي ويهديني. يسوع ماسك. الرب ماسك بيميني. يرد نفسك. يرد نفسي يهديني. ويرفع ويرفع لي جبيني. ولا ابقى في ارض الضعفاتي. تشمتي بي. لا 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 يا عدوتي. لا 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 تشمتي بي. لا 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 يا عدوتي. الرب يسمع لنداء. الرب يشرق لشفائي. الرب يسمع لنداء. يشرق نور حضوره عليك. شوف اللي جاي للشفاء. ويعطي ويعطي نورا لضياعي. فلا ابقى في ارض. مبارك اسم المسيح. عظموه مجدوه. قولوا كل المجد في اسم المسيح. هللويا.